السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن قضية شروق الشمس وغروب الشمس، بس فقط هتكلم عن 22 حلم أو علامة أو رمز في رؤية الشروق والغروب. الحلم الأول رؤية غروب الشمس في المشرق. ركز معايا، أنا شايف الشمس بتغرب بس بتغرب جهة المشرق. هذه الرؤية تدل على الفشل والديون والأمراض والمشاكل والهموم والعياذ بالله. إن أنا أشوف الشمس، ركز في الكلام، تغرب جهة الشرق. ده مش الطبيعي، الطبيعي إن هي تغرب في جهة الغرب، إنما لو شفت الشمس بتغرب من جهتي يعني راح تغرب في جهة الشرق، تدل على الفشل والديون والأمراض والمشاكل والهموم والعياذ بالله. أما لو شفت بقى الرؤية الطبيعية، شروق الشمس من المشرق، هذه الرؤية من أجمل الرؤى اللي ممكن تشوفها في حياتك، لأنها تدل على تحقيق أمنية، وقيل زواج لمن لم يتزوج، فالزواج في حد ذاته أمنية لمن لم يتزوج، أما بالنسبة للمتزوجين فقد تكون لهم أماني أخرى. ثلاثة، غروب الشمس في المغرب، غروب الشمس في المغرب برضو الطبيعي، لكن معناها خلاف اللي قلته. ركزوا معايا، شفت الشمس تشرق من الشرق، الرؤية الثانية الشمس تغرب في الغرب، دي معناها تحقيق أمنية، دي معناها فشل في تحقيق الأهداف، عكس دي بالظبط، مع ان ده شروق في الطبيعي، شروق من الشرق وده الطبيعي برضو غروب في الغرب، لكن دي معناها محمود ودي معناها غير محمود، عكس الاولى بالظبط. طيب، أربعة، طلوع الصبح. ايه طلوع الصبح ده؟ اللي هو مش بقى شروق الشمس، لا، بداية اليوم لما بنصحى الصبح كده وتكون الشمس طلعت وقعدت لها ساعة ولا حاجة، تبدأ بقى العصافير تطلع وتسمع صوت العصافير. فطلوع الصبح ده يدل على ايه؟ لو انك مريض شفاء لك، حتى ولو عندك مريض، مش انت بقى صاحب الرؤية، لا، لو عندك مريض شفاء للمريض ايضا ان شاء الله تبارك تعالى. قال بعض المفسرين طلوع الصبح عودة غائب، وقال آخرون معناها قضاء ديون، وقال آخرون لو أنك سجين ستخرج أو عندك سجين سيخرج، وقال آخرون زوال الهموم والمشاكل، وقالوا أيضا من ضمن معاني طلوع الصبح الوظيفة لمن لم يكن عنده عمل، وقالوا أيضا من ضمن معاني طلوع الصبح تحقيق الأهداف. يبقى كم معنى جميل من معاني طلوع الصبح، مش شروق الشمس، طلوع الصبح، شفاء مريض، عودة غائب، قضاء ديون، خروج من السجن، زوال هموم، وظيفة، تحقيق أهداف. سبع أحلام أو سبع معاني كلهم أجمل من بعض لرؤية طلوع الصبح، مفيش أفضل من كده. طيب، 11، رؤية أشعة الشمس. لو أنا شفت في المنام أشعة الشمس، لو كنت مريض أيضا شفاء. أشعة الشمس دي 12،
أشعة الشمس للمتزوجة استقرار أسري، استقرار أسري لها. أشعة الشمس بالنسبة للحامل المولود أنثى، المولود أنثى. أشعة الشمس للفتاة العزباء أو للشاب الأعزب زواج. أشعة الشمس بالنسبة للرجل المتزوج توفيق في حياته. يبقى زي ما ذكرت أكثر من معنى لطلوع الصبح، برضو في أكثر من معنى كلهم أجمل من بعض لأشعة الشمس. لو أنا مريض شفاء، للمتزوجة استقرار، للرجل المتزوج توفيق في الحياة، للمرأة الحامل المولود أنثى. كأن أشعة الشمس دي دلالة واضحة على نوع الجنين، سيكون أنثى إن شاء الله تبارك وتعالى. وأيضا بالنسبة للعزاب، سواء إذا كانت البنت أو الولد العازب، أشعة الشمس لهما تدل على الزواج. طيب 16، كسوف الشمس. بما أننا احنا بنتكلم عن شروق الشمس وغروب الشمس، يبقى احنا لازم نتكلم عن رؤية كسوف الشمس. كسوف الشمس في الحقيقة حاجة مذمومة وحاجة تخوف وظاهرة طبيعية، والرسول حذر منها، ولما نشوفها ندعو الله سبحانه وتعالى، فهي مش هتروح بعيد عن كده، يعني مش هتبقى محمودة يعني. فكسوف الشمس في المنام يدل على الهموم وقيل الأمراض والعياذ بالله. ده إيه؟ كسوف الشمس. طيب كسوف الشمس للمتزوجين تدل على المشاكل الزوجية. كسوف الشمس للمخطوبين تدل على أن الزواج لن يكتمل، ومع شديد الأسف. يبقى كسوف الشمس ملهاش رؤية محمودة، ملهاش رؤية محمودة، يا هموم يا مشاكل، يا إما المخطوبين مش هتتزوج، يا إما أي عمل لن يتم. إذن هي رؤية غير محمودة بالمرة. 18، رؤية وقت الغروب. ملهاش دعوة بالشمس، لا ده موضوع لا شروق الشمس ولا غروب الشمس، لكن وقت غروب الشمس، الوقت ده اللي الشمس دي بتبقى مصفرة، وقت غروب الشمس أو حتى بعد ما غربت برضو كده بيبقى فيه في آخر اليوم كده يعني بسيط من الضوء. وقت غروب الشمس بالنسبة للمرأة المتزوجة استقرار، كأن المعنى حينما استقرت الشمس وغربت وانتهى اليوم، هذه تدل بهذا الانطباع الذي فهم لما نشوف ان الشمس استقرت في المغرب، معناها ان الست المتزوجة هذه الرؤية تدل لها دلالة واضحة على استقرار بيتها ان شاء الله. ده بالنسبة لمين؟ للمرأة المتزوجة. طيب بالنسبة للرجل، رؤية وقت الغروب تدل على تحقيق الأهداف، هذه الرؤية تدل للرجل إن شاء الله على تحقيق الأهداف. 20، شعاع الشمس عموما يدل على الخير، يدل على الخير. فشعاع الشمس ده ضوء، ده نور، دي حاجة بتنور لنا حياتنا في الحياة الحقيقية. فبالتالي الضوء عموما بخلاف بقى أشعة الشمس، دي حاجة محمودة، حاجة كويسة في الايه، في المنام لما اشوفها. فشعاع الشمس بصفة عامة يدل على الخير، هناك خير قادم. طيب لما نيجي نشوف شعاع الشمس للمرأة المتزوجة، شعاع الشمس للمرأة المتزوجة يدل على الحمل إن شاء الله،
في القريب العاجل كمان. دي يعني سبحان الله من الرؤى اللي محدش اختلف عليها ومعناها واضح جدا. فشعاع الشمس بالنسبة للمرأة المتزوجة تدل دلالة واضحة على الحمل. أما بالنسبة للبنت الحسباء والشاب الأعزب في رؤية شعاع الشمس لهما تدل على الزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. ودي برضو من الرؤى اللي محدش اختلف عليها، أن شعاع الشمس للعزاب تدل دلالة واضحة على الزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. دول كانوا 22 علامة في رؤية شروق الشمس وغروب الشمس وكسوف الشمس وأشعة الشمس. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.